مع انبلاج فجر الثورة المجيدة رافق الفن كتائب النضال والتحرير في موكب ثورة 14 أكتوبر، مسيرة كفاح توجت بعد عقود من التضحيات بالنصر والتحرير والاستقلال. لن تنسى الأجيال احتجاج سبيت بقصيدته التي غناها الراحل اسكندر ثابت: يا ظالم ليه الظلم ذا كله. ولن تنسى كلمات لطفي أمان التي صدح بها المرشدي: أخي كبلوني. وما غاب يوما لحنه الخالد: أنا الشعب زلزلة عاتية ستخمد نيرانهم غضبتي. ومن عساه ينسى رائعة العطروش: برع يا استعمار من أرض الأحرار. وفي 30 نوفمبر توجت تضحيات الأحرار بجلاء آخر جندي بريطاني عن أرض الوطن لتتوالى أغنيات الولاء للوطن وحب اليمن، إذ غنى الراحل الكبير أحمد قاسم: من كل قلبي أحبك يا بلادي يا يمن، وأفديك بروحي ودمي وأولادي يا يمن. وعلى خطى بالفقيه ومرسال شدت فنانة الوطن أمل كعدل برائعتها: بلادي أحييك فلتسلمي، وما عشت يا أم لن تظلمي. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش دور الأغنية في مسيرة التحرير والاستقلال، إلى أي مدى ساهمت الأغنية الثورية في تعزيز روح النضال الوطني، وما سر خلود اللحن الثائر رغم مرور أكثر من نصف قرن من عمر الثورة. ولمناقشة هذه المحاور سيكون معنا عبر سكايب من ثغر اليمن الباسم عدن فنانة الوطن، فنانتنا الجميلة أمل كعدل. ومن دبي سيكون معنا ابن حضرموت الفنان المبدع هشام محروس. ومن الرياض سينضم إلينا مدير مكتب الثقافة بمحافظة عدن الأستاذ عبد الله باكدادة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نواصل بعده الحلقة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا اليوم مع الفنانة الجميلة فنانة الوطن أمل كعدل. مرحبا بك وأهلا ومرحبا بك سيدة أمل. أهلا وسهلا بكم. نورتينا. أهلا وسهلا بكم. نورتينا سيدة أمل. ولو عدنا بالزمن قليل للوراء لنتذكر بداية مشاركتك وبداية ارتباطك بالأغنية الوطنية، ما هي أول أغنية شاركتي فيها كانت أغنية وطنية؟ أول أغنية وطنية، كثير من الأغنيات في احتفالات الوطن. نعم. فكانت أبرز وأحلى أغنية وأقوى أغنية هي بلادي وحييك فلتسلم. نعم. ما تحدثنا عن أكتوبر والثورة، ما الذي يعني أكتوبر والثورة واللحن للفنانة أمل كعدل؟ أكتوبر، أولا أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، وأحب أهني جماهير شعبنا اليمني في الداخل وفي الخارج بمناسبة عيد الأعياد، ألا وهو عيد الرابع من أكتوبر، 14 أكتوبر. وأهني قادتنا السياسية المتمثلة بقادة المشير الفد عبد ربهم منصور هادي. وأقول يعني أنه أكتوبر هو يمثل عيد الأعياد، عيد الوطن الجميل، ويمثل الانتصار العظيم الذي حققه فدائينا وجيشنا، ويعني
أقول يعني أنه نصر عظيم في هذا اليوم الجميل وهذه الانتصار الجميلة. فأني سعيدة اليوم أنني أشارك معكم في هذه القناة الجميلة وهي ونحن أسعد بتواجدك معنا اليوم سيدة أمل. كيف احتفلتي بأكتوبر؟ هل احتفلتي هذا العام بأكتوبر؟ أي نعم احتفلت فيه، قام احتفال جميل في مدينة عدن الباسلة، وشاركت أني في هذا الاحتفال أني ومجموعة من الزملاء الفنانين، فنان عوض أحمد، السعود أحمد صالح، رائد الهزار، عيدروس القعدني، وكثير من الزملاء. وأنا سعيدة أنني شاركت هذا الاحتفال. سيدة أمل، ما الذي يعلق بذاكرتك من أغاني أكتوبر؟ ما هي أبرز الأغاني الأكتوبرية والثورية التي تعلق بذاكرة أمل كعدل ودائما ما ترددها مع نفسها؟ والله أغاني كثيرة في أكتوبر لجميع الفنانين تغنوا بها، وكنت أنا أتمنى أنا ذات أني كنت أنا يعني أتواجد في الزمن الجميل هذا حتى أغني بعض هذه الأغنيات، أغنية يوسف أحمد سالم يقول أكتوبر يا عيد الثورة عطمنا فيك الصورة، هذه برضو أغنية جميلة جدا. وكنت أتمنى أني أنا ذاك الزمن الجميل وأني صاحبت الأغنية هذه. استطاعت أمل كعدل أن تكسر الحاجز الذكوري واحتكاره للأغنية الوطنية وأن تفرض نفسها كأول فنانة ربما يمنية تقتحم مجال الأغنية الوطنية وتتميز فيها وتصبح عنوان وتصبح ملهمة للكثير من الفتيات اليمنيات. والله يا هو في البداية هي الموهبة هي التي تفرض نفسها، يعني ما فيش ذكور ولا إناث، إنما هي الموهبة، موهبة نفسية وقلبية يعني في تكون موجودة في الإنسان، فهو من هنا يستمد القوة بموهبته إذا ما حافظ على بداياته الفنية وصموده ومثابرته على هذه الموهبة. نعم. فهناك يتكون عنده شخصية فنية قوية ومن خلالها يقدر يتابع هذه المراحل الفنية، حيث أولا تبدأ بالمراحل العاطفية وتوقف عند مرحلة الأغنية الوطنية، لأن الأغنية الوطنية هي صعبة الأداء، ولهذا لازم الواحد يكون يعني عنده إرادة وقوة، ولازم يحافظ على أيضا فنه. وأيضا هناك لا تنسيش أنه هناك أيضا الحافز الأكبر لهذه الأغنية الوطنية هي الجمهور. نعم. الجمهور هو الحافز الأكبر، يعني مثل الشعب، يعني الحافز الأكبر للفنان، وهو يثبت خطاه ويخليه يعني يستمد قوته من الحافز هذا. نعم استاذه امل، سنعود الوطنيه قويه. نعم استاذه امل، سنعود للحديث عن هذه النقطه باستفاضه، ولكن الان يعود معنا السيد عبد الله باكداده وهو مدير مكتب الثقافه بمحافظه عدن. مرحبا بك سيد عبد الله، هل انت معي الان؟ مرحبا واهلا وسهلا بكم، وكل عام وانتم في خير ان شاء الله. سيد عبد الله، لو تحدثنا قليلا عن ظهور ونشاه الاغنيه الوطنيه سواء في الجنوب او سواء في الشمال. بداية أرحب طبعا بالفنانة الكبيرة والرائعة أمل كعدل، هذا الصوت الاستثنائي الذي ظل يصبح في كل مناسباتنا الوطنية، بالإضافة إلى تقديم الأغنية العاطفية. أمل كعدل هي لحظة فرح في ظل هذا الحزن الذي يعم المعمورة.
موضوع الأغنية الوطنية بالتأكيد ظلت الأغنية الوطنية وظلت القصيدة الوطنية مرتبطة بالثورة منذ بدئها، وكانت المهيئ الأكبر لها على مختلف المراحل. رأينا الشعراء ورأينا الفنانين قبل قيام ثورة 26 من سبتمبر، وقبل قيام ثورة 14 من أكتوبر، وقبل الاستقلال، وقبل قيام الوحدة اليمنية أيضا، هم من يهيئوا عامة الناس على مستوى الواقع لتقبل تلك المتغيرات وتلك السلطات المتعاقبة. ولكن مع الأسف الشديد كان الفنانون هم أول من اكتووا بنار التجاهل والإهمال. أعتقد أن المرحلة القادمة وأتمنى أن تكون محل اهتمام بحول الفنانين بالانتقال بوضعهم إلى وضع أفضل وأحسن وأجمل، حتى يثروا حياتنا فنا وغناء، ونرى مجتمعا قادما بإذن الله يبتسم أكثر مما يحزن. نعم سيد عبد الله، هنالك تراجع كبير من الملحوظ في السنوات الأخيرة بشأن الأغنية الوطنية والثورية، برأيك ما هو سبب هذا التراجع أو ربما قد يكون اختفاء؟ هو ليس اختفاء، ولكن أتفق معك أنه تراجع، باعتبار أن الفنان أو الشاعر إنما انطلق بذاته عندما جاءت المتغيرات للمجتمعات، وكان المهيئ كما أسلفت في الحديث لكل المتغيرات على مستوى اليمن. الفنان أو الشاعر بطبيعته يرتبط بالثورة، وهو أكثر علاقة صدق مع واقع البلد وواقع الثورة أكثر من السياسي الذي لربما يبحث مقعد في كل مرحلة وبالتالي يتغير مع المتغيرات. هذه المتغيرات أستاذ عبد الله لم تختفي، ما زال هنالك الثورات المتتالية التي شاهدناها، وما زلنا نعيش نفس الظروف، ولكن لم تبقى الأغنية الوطنية والثورية بنفس الوهج بنفس الطبيعة. بطبيعة الحال لأنه الفنان طوال فترة مرحلة السلطة الوطنية لم يجد حقه في الحياة، أهمل إهمالا كبيرا ودفع يعني ثمن مواقفه، ولم يجد مرحلة من المراحل تستطيع يعني أن تعطي هذا الفنان حقه أو أن هذا الشاعر حقه. الفنان أو الشاعر ليس مجرد موظف يمكن أن يتبع الهيكل الوظيفي للدولة، ولكنه بما معنى قيمة إبداعية كبيرة. عندما ننظر نحن إلى مجتمعات أوروبا كانت تضع المبدع جنب اليورانيوم في ميزان المدفوعات، وكانت المجتمعات بشكل عام تعطي قيمة. أنا أتذكر مقولة يعني نابليون بونابرت حين قال بأننا نستطيع أن نصنع 10 جنرالات ولكننا لا نستطيع أن نصنع شاعرا واحدا. المجتمع الذي يعيش قيمة المبدع يمكن أن أستاذ عبد الله، عفوا على المقاطعة، ابقى معي، اسمح لي أن أنقل هذه النقطة للأستاذة أمل عن حديثك عن الجمهور وطبيعة المجتمع. أستاذة أمل، تحدث الأستاذ عبد الله، لعلك استمعتي لحديثه عن طبيعة الجمهور والمجتمع الذي أثر على الأغنية الوطنية وأن تبقى بنفس الوهج بنفس المستوى، ما هو تعليقك؟ ايوه صح تماما، يعني زي ما قال الاستاذ عبد الله نفس الكلام اللي قاله الاستاذ عبد الله صحيح. وزي ما قلت لك يعني المجتمع هو الشعب هو الحافز الرئيسي والاساسي لتشجيع الفنان لاداء الاغنيه الوطنيه، ولا تنسيش ان الاغنيه الوطنيه هي تعتبر نصف الكفاح المسلح، هي تعتبر نصف الكفاح المسلح الأغنية الوطنية في رأيي يعني هكذا. نعم أستاذة أمل، ما الفرق بين الجمهور اليوم وبين الجمهور الأمس؟ هل يختلف؟ لا ما فيش جمهور اليوم ولا جمهور الأمس، الجمهور يبقى جمهور دائما له الرأي الأول. نعم الرأي الأول هو في اختيار فناني وفي اختيار نوع الأغنية، و انما يعني يمكن يعني التغيير انما هو في الواقع او في الزمن.
نعم، إذا أستاذ أمل تكرمي بالبقاء معي أنت وضيفي الأستاذ عبد الله، سنذهب لمشاهدة آراء عدد من المواطنين عن الأغنية الوطنية ودورها في تعزيز روح النضال والتحرير، نتابع ثم نعود. شغاني 14 أكتوبر هو الوحيد اللي غنى في بداية الثورة أصلا، أيوه، وشجع الناس فيها وكانوا ناس ملومين من كل ما بنا طائفة البلد، من رجفان، من عدن، من تعز، من طالع، من الحبيلين، من يعني أغنية برا استعمار من أرض الأحرار، هذه يعني أغنية تشجعك لحد الآن، ولحد الآن يتغنوا بها يعني، ويقعد لها فترة طويل. اسمها هنا رجفان، يا مشعل من ثاير، هنا عدن الأبية، هنا المهم كذا على هذا المنوال. برا استعمار، برا لا عطروش، هذه أكثر شيء. في أغاني كثيرة بس ما أتذكرهاش الآن، هذا اللي أنا ذكرنا الآن. أغنية الله الله يا أكتوبر، الله على نورك في بلدنا، للفنان يوسف أحمد سالم، هذه اللي أذكرها يعني حاليا. وأوعدك إني أعيش العمر مخلص لك أمين، لمحمد سعد عبد الله، أوعدك. والله الله يا أكتوبر فرقة الإنشاد يغنوها انشدوها والله بلدنا نورات الفنان محمد عبد الزيدي، اغاني كثيره يعني ما تنعدش. اجدد الترحيب بكم اعزائي المشاهدين وبضيوفي الكرام وبك مجددا استاذ عبد الله باكداده، لعلك استمعت لاراء الجمهور، اغلب الاغاني التي تذكروها وتعلق في ذاكرتهم اغاني العظماء والكبار المرشدي واحمد باقاسم وغيرهم، يعني ما سر هذا التخليد لهذه الاغاني في ذاكرتهم؟ المتابع لواقع الأغنية الوطنية وواقع الأغنية العاطفية والوجدانية يصل إلى نتيجة أنه توقف في زمن محدد، هو فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ولربما تبعتها السبعينيات التي أيضا حافظت على نموذج للعطاءات. من منا لا يتذكر أغنية رجب السودان هيا ثورة الشعب دومي منارة، من منا لا يتذكر أغنية فايدة كامل بالإرادة والعزيمة والجهاد، من لا يتذكر يوسف أحمد سالم وأحمد ناصر والمرشدي، هذه الأسماء يعني خطت أسماءها بماء الذهب، لأنها بالفعل يعني ارتبطت بفترة معينة عبرت عنها وجدانيا وعبرت عنها عاطفيا وعبرت عنها إنسانيا وعبرت عنها ثوريا بصدق. ولكن هذا الإحساس الوطني لربما في الفترات الأخيرة تراجع كثيرا، باعتبار أن ما كان ينشدوها هؤلاء لم يلبي رغباتهم ولم يلبي طبيعتهم. يعني إذا ما قررنا نشوء السلطة الوطنية بعد خروج الاستعمار البريطاني لم تكن بذلك المستوى الذي يعني كانت فيه عدن في تلك الفترة، وبالتالي قدمت هذه الأسماء الكبيرة. عندما نرى أن هؤلاء الفنانين أيضا غنوا للوحدة اليمنية والنظام المركزية في ظل سلطة السلطة الوطنية لم يلبي أيضا لهؤلاء حالة الناس المعيشية وحالة الناس الإنسانية في تراجع، وبالتالي لابد له أن يشمل ذلك أيضا واقعهم. إذا كانت فترة الستينات أفرزت هذه الأسماء الكبيرة، ففترة الثمانينات والتسعينات وعام 2000 ماذا أفرزت من أسماء ليست بهذا المستوى؟ وبالتالي من الطبيعي أن يعيش الناس ذلك الزمن وأن يتوقفوا في ذلك الزمن. نتمنى الزمن القادم أن يكون ملبي بالفعل لهم. نعم، إذا سيد عبد الله اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث حول موضوع حلقة اليوم، الناقد والأديب والشاعر علوان الجيلاني، مرحبا بك سيد علوان. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. موضوع حلقتنا اليوم عن الأغاني الوطنية والثورية وارتباطها بالحركات التحررية التي شهدتها البلاد في أكتوبر وسبتمبر، وكيف تعلق وخلدت في ذاكرة الجمهور حتى اليوم، وتدني هذه الأغاني أو هذا المستوى الفني مؤخرا، برأيك أنت ما هو سبب هذا التدني الملحوظ في الأغنية الوطنية وبالفن الوطني عامة في اليمن؟ السبب في الأساس صعود التيارات الدينية. نعم. منذ صعدت التيارات الدينية بعد منتصف الثمانينيات القرن العشرين
فقهقهت كل انواع الفنون، لان هذه التيارات استهدفت الفن في المدارس، اوقفت حصص الفنون، واستهدفت الموسيقى في كل كلياتها. نعم. نحن نذكر كيف كانت تحارب الحفلات الموسيقيه داخل الجامعات في اول التسعينيات، وكيف كانت تكسر الآلات، وكيف كان يحارب الفن بكل الأشكال. وقد استبدل الموسيقى واستبدل الغناء بأناشيد جافة خالية من الموسيقى تعتمد فقط وذات منحى أيضا أيديولوجي مغلق لا يخاطب القطاعات العريضة من الشعوب. لقد كان الفن والإبداع خاصة في الأغنية الوطنية مرتبطا بحركات التحرر الوطني التي كانت إما قومية أو بعثية أو يسارية بشكل عام. نعم. الفترة التي طغت فيها هذه الأصوات على الساحة، على الساحات الوطنية، انتقلت أدوى الغناء الوطني حتى إلى الأنظمة المحافظة في الدول المجاورة، يعني من الأنشودة الشهيرة أخي جاوز الظالمون اللبدة للموسيقار محمد عبد الوهاب إلى الله أكبر فوق قيد المعتدي سنة 56، إلى الأغاني الوطنية الشهيرة التي صدح بها فنانو اليمن في الستينيات والسبعينيات. نعم. من سيد علوان لو تحدثنا عن دور نعم سيد جيلاني، لو تحدثنا عن دور الأغنية في أن لم الشمل بين الناس، القيمة الوطنية التي تزرعها في نفوس الناس حول الوطن، و مفاهيم الحرية والوحدة والوطنية، يعني هل هنا لو استطعنا القول أنها كانت الأغنية الجسر الذي ربط بين الشمال والجنوب حتى تحققت الوحدة؟ بكل تأكيد ما زلنا نتذكر حتى الآن أغنية يا جيل صاعد كل القلوب الحاقدة، البيت واحد والأسرة أسرة واحدة، أو نتذكر قصيدة الشعر الحضراني الشهير التي سدى بها أيوب بمناسبة قيام الوحدة اليمنية، أو نتذكر أيضا أغاني المرشدي وأغاني وغيرها من الأغاني التي صدح بها الفنانون في شمال اليمن وجنوبه مثل كرامة مرسال أو محمد سعد عبد الله أو غيرهم من الفنانين. كان لهذه الأغاني دور كبير جدا في حشد المشاعر الوطنية تجاه الوطن الواحد وتجاه الأسرة الواحدة وتجاه العواصر والروابط المشتركة بين اليمنيين المتأصلة عبر التاريخ. نعم. ما حصل بعد ذلك هو تراجع وتقهقر مشين عن هذا المنجز. تتحمل إبقى كافة القوى التي كانت تتسلط على الشعب. ربما كان آخر منجز إبداعي حقيقي سجلته الأغنية الوطنية اليمنية هو خيط براك اللمع سنة 2000. نعم. بعد هذا التاريخ لم تشهد الساحة اليمنية أي إنجاز حقيقي يتعلق بالأغنية الوطنية أو بالإبداع اليمني بشكل عام. نعم. إذن السيد علوان الجيلاني الناقد والأديب والشاعر كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى السيدة أمل، أستاذة أمل لو تحدثينا قليلا عن أغنيتك أحييك يا بلادي فلتسلمي، يعني هذه أغنية خلدت لعقود في ذاكرات وفي قلوب العديد من الأجيال. أي نعم، هي طبعا مش مستغرب ان الاغنيه جميله وتنجح هذا النجاح البائر، لانها منبعثه من نجم وفنان موسيقار كبير، يعني ما تنسيش انها من الحان الموسيقار الكبير الفنان الاستاذ احمد فتحي، يعني مولوده الاغنيه مؤصله ابا عن جد، يعني زي ما يقولوا. نعم. فهي من ألحان الأستاذ أحمد فتحي، يعني وأني سعيدة جدا وأتشرف من خلال هذه اللقاء الجميل أني أشكر الأستاذ أحمد فتحي وأشكره على التعاون، أول تعاون بيني وبينه من خلال هذه أغنية بلادي. ونحن بدوره نشكره ونشكر كل من صنع هذه الأغنية الخالدة في قلوبنا. وسام على صدري يعني بصراحة. لو تسمعين مقطع منها. طبعا هي تقول بلادي وحيك
فلتسلمي أما عشت يا أم لن تظلمي دمي يا بلادي وما في يدي فداء أحييك بالألفمي بلادي ويا قبلة السائرين ويا منبع النور لن تقحمي. أستاذنا نستسمحك عذرا أنت والمشاهدين لنذهب لمشاهدة مقطع من الأغنية. بلادي أحييك فلتسلمي وما عشت يا أم لن تظلمي بلادي أحييك فلتسلمي وما عشت يا أم لن تظلمي دمي يا بلادي وما في يدي فداء أحييك من الألف مي يا بلادي وما في يدي فداء أحييك بالعودة إليك ضيفنا الكريم أستاذ عبد الله باكدادة، لو تحدثنا عن اهتمام الدولة والحكومة والجهات الرسمية بالفنانين وبهذا النوع من الفن. بطبيعة الحال يعني الدولة يمكن أن تبين اهتمامها بالفن من خلال نهضة متكاملة يرتقي فيها المجتمع اجتماعيا واقتصاديا. أتذكر هناك مقولة لكونفوشيوس عظيم الصين حينما قال إذا أردت أن تنظر إلى تطور بلد فانظر إلى موسيقاه. بما معنى عندما تتحسن حالة الناس المعيشية يبحث عن ذلك التطور الوجداني، ولهذا لا غرابة أن نرى مثلا يعني مصر كحاضنة دول الخليج التي أيضا مرت بطفرة اقتصادية بدأ ينمو فيها الفن والغناء، وساد الآن اللون الخليجي في الوقت الذي كانت هناك ألوان كثيرة في اليمن مثل اللون الصنعاني واللون العدني واللون اللحجي واللون اليافعي واللون الحضرمي عندما كانت اليمن مقسمة إلى دويلات وسلطنات ومشيخات مختلفة. كانت كل سلطنة ومشيخة وولاية تبحث عن هوية لها. بطبيعة الحال الدولة مهما اهتمت، إذا نحن مرينا بمركزية الدولة في الجنوب في فترة النظام الاشتراكي، وكانت الدولة مهتمة بالغناء ولكن كان غناء موجها، وبالتالي ظهر نوع من أنواع الغناء لربما ابتعد قليلا عن وجدانات الناس. ولكن الشيء التلقائي والشيء الطبيعي عندما تكون هناك نهضة متكاملة، وهذا ما نتمناه خلال المرحلة القادمة، يمكن أن تعطي للفنان فرصة أن يجد ذاته وأن يتبوأ مكانته التي يجب أن يكون فيها. أنه الفنان عندما يجد مكانته الحقيقية يستطيع أن يبدع ويستطيع أن يقدم فنا راقيا، ليس بتطور الفن بمعزله ولكن بالتطور في مختلف مجالات الحياه، ولا سيما ان الاغنيه ترتبط باللحن مثل ما ترتبط بالشاعر مثل ما ترتبط بالفرق الموسيقيه والاتها، ونهوض ايضا اجهزه الاعلام من صحافه واذاعه والتلفزيون وغيره هي عامل مساعد ايضا لظهور. نعم شكرا سيد عبد الله. نعم ونتمنى منكم الاهتمام بالأغنية الوطنية وبالفن الوطني لما له من دور كبير في ترميم الحس الوطني لدى الناس. مدير مكتب الثقافة بمحافظة عدن عبد الله باكدادة، شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام الآن ننتقل إلى فنان شاب من دبي الفنان هشام محروس. مرحبا بك هشام. مرحبا بكم مساكم الله بالخير.
أهلا مساء النور هشام. كيف أنتم كفنانين تحتفلون بأكتوبر وبهذه الأعياد الوطنية في الغربة؟ طبعا أكيد نحن نعتز بهذه الذكرى كثيرا، ذكرى 14 أكتوبر. نتمنى أن تنعاد علينا وعلى الشعب وعلى حبايبنا في عدن ولحج وأبين وشبوه حضرموت والمهرب وكل خير. طبعا نحن كفنانين نحمل همومنا ونحمل هموم الشعب ونحمل هموم أهلنا وأحبابنا في الوطن، فلازم نشاركهم ونحن صوت من أصواتهم. نعم هشام، ما هي الأغنية الوطنية التي تؤثر فيك وترتبط بأكتوبر المجيد بالذات؟ والله بحكم الغربة دائما الواحد الأغاني اللي فيها الحنين إلى البلد طبعا دائما تؤثر علينا، تكون هي المرددة دائما على اللسان. أنا بقول لك مقطع من أغنية أهديها إلى حبايبي في عدن، اللي هي من كلمات الشاعر المرحوم الكبير حسين أبو بكر المحضار وألحان المبدع الكبير الراحل علي سعيد علي، واللي هي حبي لها. نعم، بحديثك عن هذه الأغنية هل لك أن تسمعنا مقطع منها؟ حاضرين تفضل. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني يا في وسط اللبن. وإن عشت فيها كم لها عانيت، وإن غبت عنها كم لها حنيت، والحاصل ان الحب شي ما له ثمن، والحاصل ان الحب شي ما له ثمن. يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا، من قال محبوبتك من قلت عدن. شكرا لك يا هشام. دعنا الآن ننتقل إلى الأستاذة أمل. الأستاذة أمل، لعلك استمعت معنا للمقطع الذي أداه هشام. أنت كفنانة كبيرة وفنانة عتيقة، ما الذي تودي أن تقولي لهؤلاء الشباب الصغار الذين يعانون ربما من نفس ما تعانوه أنتم الآن حاليا من عدم اهتمام وإهمال، ما الذي تودين أن تقولي لهم لكي يستمروا في مشوارهم؟ اولا اقول الشاب الحلو الجميل الفنان هشام، الله على صوتك، وانا تابعته على الشاشه في عدن وكان جميل جدا، اداء جميل ورائع صراحه، وانا من المشجعين له. وانا اقول يعني انه لازم اللي يحب الفن اقول له الله لازم تتحمل الصعاب ولازم تحب وتخلص لفنك فقط، وهو ده اللي حيخليك فنان على مستوى. نعم أستاذة أمل، لو تحدثنا عن الاهتمام الرسمي بكم كفنانين كبار، أمل كعدل الفنانة الوطن فنانتنا الجميلة والكبيرة، كيف يتم الاهتمام بها؟ هل هناك اهتمام رسمي بها؟ أتحدث عن الاهتمام الرسمي بالفنانين الكبار، أنت فنانة الوطن فنانتنا الجميلة الكبيرة، كيف هو الاهتمام الرسمي بك؟ هل هناك اهتمام رسمي يليق بمكانتك وبحجمك الفنية؟ هو في اهتمام يعني هو شبه يعني في نصف اهتمام، وانما نحن
نتأمل المزيد والمزيد من الاهتمام. نعم. مشان يعني نواصل، احنا نحب فننا ونحب وطننا ونشتي نعطي ونبذل لهذا الوطن الغالي، ولكن لازم لنا يكون من حافز واهتمام حتى نستطيع أن نتحمل الصعاب ونقول المعركة معركة الفن ونستمر إن شاء الله. نعم. لازم يعني من اهتمام، لازم يكون في اهتمام من قيادة الدولة من الثقافة مشان يعني يرفعوا معنوياتنا على الأقل. نعم. يخلونا على بالهم إن شاء الله. برضو نحن كمان نؤدي رسالة لهذا الوطن، برضو نستحق يعني مش إنهم إن شاء الله. سيدة يعني مليدن شكرا. ابقي معنا فاصل قصير ثم نعود. يا بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يفديها، يا بلدنا من أجل الثورة تنضحي والكل يفديها، وانشاكح من أجل العزة وامجدنا لابد نحييها بإرادة وعزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية بإرادة وعزيمة قوية، فنكافح لأجل الحرية ونضحي في الربيع عزتنا علشان تسمع عن أمتنا. الله الله يا سوبر، الله الله يا سوبر، الله على نورك في بلدنا، الله الله يا سوبر، الله على نورك في بلدنا، الفرحة في قلوب السوبر يا أحلى وأجمل آيتنا. السوبر يا عيد الثورة حطمنا فيك الأسطورة، السوبر يا عيد الثورة حطمنا فيك الأسطورة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونعود إليك هشام. هشام، هل هنالك أي أعمال وطنية ثورية ستصدر لكم عما قريب؟ نعم بإذن الله أكيد. نحن مستمرين دائما في المجال الثوري خاصة. نعم. بالإضافة للأعمال الفنية العاطفية، لازم الأعمال الثورية في ظل الأوضاع اللي نعيشها في البلاد. في عمل الحين بيكون مقدم من حضرموت شكر خاص لدولة الإمارات وشيوخها لما تقدموا من دعم إنساني في 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 الجنوب وفي حضرموت خاصة. نعم. في حضرموت خاصة قبل هذا الوضع. نعم. نعم هشام، أنت في مسيرتك الفنية وبحبك لهذا المجال الفني وخاصة الوطني، بمن تأثرتم؟ الفن عندنا فيه مدارس كثيرة. إذ كل محمد المدارس. سعد عبد الله. نعم. فيصل علوي، عندنا في حضرموت بدوي زبير الرائعة الجميلة اللي معنا أمل كعدل. أمل كعدل من الأصوات الجميلة جدا اللي كلنا سمعناها وكلنا حبيناها وكلنا يعني تعلمنا الفن بأغانيها ومن خلال ما سمعنا في التلفزيون. فطبعا التأثير في كل شيء جميل عندنا احنا فن وتراث ما شاء الله عريض جدا. نعم. التأثير كان في من بيئة الشعبية، يعني أنا فناني المفضل الراحل بدو زبير، هو فنان حضرموت نحن نطلق عليه جوهرة الطرب في حضرموت. نعم. نعم. إذن الفنان هشام محروس كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن عودة إلى فنانتنا الجميلة أمل. أستاذة أمل، في الختام ما الذي تودين أن تقوله في ختام هذه الحلقة؟ والله في الختام أحب أقول أشكر قناة بلقيس الجميلة اللي أتاحت لنا الفرصة للظهور على مشاهدينا وجماهيرنا العظيمة، وعلى إسعاد الفرصة اللي كمان ألتقي بهذا اللقاء مع أستاذنا العزيز الأستاذ عبد الله باكدام مدير عام الثقافة، وأحب أوجه له تحياتي الخاصة وكل سنة وهو طيب، وأيضا الأستاذ الفنان الجميل الحبوب هشام، وأقول له الله الله وإلى الأمام إن شاء الله، وأني أيضا من معجبينك ودائما أسمعك، وأقول للشعب اليمني
كل عام وهم بخير، واحنا ونحن فنانين نحن خدم هذا الوطن وخدم الجماهير والشعب، وكل عام وانتم طيبين. وأنت بألف خير أستاذتنا وفنانتنا الجميلة، شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا في هذه الحلقة، كنت وردة الحلقة وأنت وردة الغناء الوطني والفن اليمني عامة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فيما يتصل بجمهورنا المتابع على صفحة البرنامج على الفيسبوك، فقد طرحنا تساؤلا عن الأغاني التي ارتبطت بثورة أكتوبر وما الأهمية التي مثلها الفن في مسيرة التحرير من الاستعمار، وقد وردتنا إجابات مختلفة اخترنا منها ما يلي. بخلاصة الآراء هذه نبدأ بحمزة عزيز الذي كتب أغنية برع يا استعمار، هي الأغنية القوية التي تسكن مخيلتي ومخيلة كل اليمنيين، برع يا استعمار برع من أرض الأحرار. كان هذا هو تعليق حمزة عزيز. تعليق آخر لمبارك الحيدري قال فيه: أغنية برع يا استعمار هي من ترسم في مخيلاتنا نحن الجيل الجديد ملامح ثورة 14 أكتوبر، وباعتقادي أن الفن قد لعب دور ريادي في نجاح الثورة، خصوصا الفن الشعبي الذي بين للمواطن البسيط حقيقة الاستعمار وأشاع في أوساط الشعب ضرورة الخلاص منه، كذلك فن الشعر والخطابات التي أيقظت همم الشعب بعد سبات. رأي أخير لصلاح المشولي الذي قال فيه: أغنية برع يا استعمار هي أفضل أغنية لأنها الأغنية التي أيقظت الشعب ليثور على المستعمر البريطاني. إذا مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا كانت أبرز التعليقات حول أغنية برع يا استعمار. بهذه الآراء، بخلاصة آراء المشاركين عبر الفيسبوك، تكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج بين قوسين. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي الفنانة الوطن الكبيرة أمل كعدل من عدن، وكان معي عبد الله باكدادة مدير مكتب الثقافة في عدن، وأيضا علوان الجيلاني ناقد وشاعر، وأخيرا كان معنا هشام محروس. وإلى هنا نستودعكم الله، إلى اللقاء.